السلام عليكم، مرحبا بكم العائلة الزينة تاعنا. ومازال مع المفاجآت، هذه المرة جبنا لكم المفاجأة الجديدة تاعنا الحصرية اللي دخل عندنا، هو دريسينغ افيك لي بون تاعنا. فوالا كما نشوفوا اللي هذا راه جاي انتيغري للداخل، يعني تبدل على العرسة التقليدية تاعنا اللي هي زعما تحطوا دريسينغ لهنايا والسرير تاعو قبل السرير تاعو قابلو ولا اونفاس ليه منا. هذه الخضراء اللي راهو يجي يدخل للداخل، وين الداخل دريسينغ، وين نشوفوه باللي لا تيت دو لي تاعو راهي تلحق حتى للدريسينغ هنا الفوق. نشوفوا لا تيت دو لي راهي كابيطوني، جاي في الكابيطوناج بيانو، بزاف شباب، اناقه حدثه ما شاء الله. فوالا شوا د كولير عندكم، شوا د كولير كيما تحبوا، سوا ديروه فار ولا غري، لي كولير عندكم كاع لي كولير عندكم. فوالا نزيدوكم ثاني تلولي راهو جاي كوفري بلون مونتيسور تاعو. الكوفري تاعو كيما نشوفو ماشي كونتر بلاكي، راهو جاي صحيح. فوالا لوكس، حاجة تري تري بيان فيني، بلا ما نساو تيسي تاعو شباب، هذاك لي جاي خياطة راه فيه عجل. السرير راهو فيه 90 سنتيم في 100 متر 90. نشوفو لو دريسينغ دوكا وين نلقاو، راهو طالع 2.20 متر، العرض تاعو راهو ب 2.10 متر. فوالا لا عفوا، الارتفاع تاعو راهو ب 2.10 متر والعرض تاعو راهو ب 2.20 متر. نشوفو بلي فيه دو بورت اوفرونت، عندهم هنايا القبضه تاعهم بزاف بزاف شابه انيقه. فوالا عنده الداخل 5 ليزيطاجير على الجهه اليمنى، ونشوفو الجهه اليسرى احبانا ثاني الجهه اليسرى وين نلقاو بلي فيه ايطاجير و اسباس بوندري للتعليق تاع حوايج، حاجه مدخولنا مدخول. فوالا نشوفو من الفوق ثاني اللي عندو دو بورت كوليسون. فوالا الداخل فيهم ايطاجير افيك لو بات ولي زوج، حاجة فوالا لي دو كوتي كيما نشوفو، حاجة بيان فينا. نمرو الان نشوفو ثاني تحت تحت لي بورت هادوما اوفون، لي نلقاو هنايا عندكم اسباس حطو فيه واش تحبو، وعندكم التيروار لهنايا لي رومبلاسي لا طاب دو نوي تاعنا العاديه اللي جات شغل انتيغري مع البريسي اللي جات تيليسكوبي لو في قبضه بزاف شابه. هذا الخير راهو يدير 8500 فقط مع خدمه النقل والتوصيل حتى باب المنزل. ثاني تنقول لكم بلي لولي راهو يجي معاه، يعني ما يجيش دريسينغ وحده، راهو يجي لولي والسعر تاعو كومبلي كيما راهو يدير 8500 فقط. نذكركم بلي ثاني عندكم لو شوا كولر، سوا فلولي ولا لي بورت تاعو اللي تقدروا ديروهم في البلونش ولا فلاكولر باش تجي كيما هذه ولا فلاكولر غريس. ما تنساوش تصلوا بينا، مرحبا بكم.